السلام عليكم، نكمل المحاضرة الخامسة والأخيرة خاصة بالكمبيوتر فيجن كورس ثاني. هاي المحاضرة كلها أحفظ أو كلها أحفظ العفو، ف نجي نتعرف عليها ونشوف. طبعا صارت يعني ما راح بس راح تشيل المفروض تحفظه، بس أنا راح تشيلك المهم خلينا نقول والتاز تقراها. يعني أكو سؤال منها جاي أصلا لا بالامتحان ما الآن عاد أول سؤال سوري. زين هسه segmentation in video يعني شنو؟ من اسمه segmentation in video معناها تقسيم الفيديو أو تقطيع الفيديو. نرجع عليه أنا أول part أو أول topic، إنه عندك الفيديو هو شنو؟ هو sequence of frame أكيد captured over time. يعني أنت الفيديو شنو عبارة عن شنو؟ خليها ببالك أنت. هسه مثلا هذا الفيديو أنت تصوره في دقائق أو ثواني، هذا هو عبارة عن شنو؟ صور مجمعات. خلينا نقول فد مثلا كل ثانية فد اكو 32 صورة او 30 صورة مثلا، لأن كل ثانية 30 صورة، كل ثانية 30 صورة، خلينا نفرض 30 صورة كل ثانية هو 10 ثواني، فقد حيصير عندنا 300 صورة بثلاث ثواني. تعرفوا 10 ثواني قاعد عندي 300 صورة ب 10 ثواني. اوكي يعني 300 صورة دام جيهن ويعرضوهن بصورة سريعة، فشي يصير على شكل فيديو. أعتقد وصلت الفكرة شنو أقصد، إن أكو أكثر يعني كل ساعة يتغير، كل ساعة يتغير الصورة بس بسرعة أكيد، كل ساعة يتغير الصورة بسرعة. ف لأن 300 ب 10 ثواني، يعني تخيل 10 ثواني ب 300 صورة، تخيل السرعة الموجودة. العموم فمن ينتقل من صورة لصورة تجي تحس كأنه الجسم شنو ده يتحرك، لأن يعني انتقال الصور جدا سريع، وكل ما يكون أسرع كل ما يكون سلس، وكل ما يكون ابطا لا كل ما انت تقوم تحس انه اكو انتقال للفريم، كل ما يكون اقل فريم فهمتوني شلون؟ تحس اكو هنا بلينكينج او انتقال بالفريم، يعني ترميش يصير. اكو ثلاث فيكتورات، الاكس والواي اللي هو السايز طول العرض، والتي اللي هو الفريم. اوكي التي هو شنو؟ عباره عن الفريم. بس شوفوا ذني اكو اكثر من الفريم. زين طبعا سوري يعني اخاف يصير نويز او شيء، فانا اخاف اسد المايك يعني. تمام ابلكيشن اقول لك هنا الباك جراوند سبستراكشن. شنو يعني استخلاص الباك جراوند؟ شلون تستخلص الباك جراوند؟ انت شلون تستخلصه؟ بس لحظه اي نعم اخوان، فقلت لك اخوان بس يروح الصوت اسوي ميوت احتمال عفوا، بس يعني يصير نويز اسوي ميوت. تمام فنجي هسه باك جراوند سبستراكشن اللي هو يقول لك شلون تستخلص او تنقص او تطلع الباك جراوند. اوكي في عندك هاي الصوره، الموفينج اوبجكت هو شنو؟ هو يصير الفور جراوند وال والشلون نقول الستاتيك اوبجكت هو شنو؟ يكون باك جراوند. يقول لك سبريت ذا ستاتيك باك جراوند فروم موفينج فور جراوند. موفينج معناها شنو؟ يعني انت شلون تعرف انه الباك جراوند مال صوره معينه، شلون تعرفها؟ يعني شنو الشيء الثابت بيها؟ مثلا انت تعطيك صوره على فد بنايه معينه، ايش حصل البنايه اللي وراك؟ حصل هي الباك جراوند. اوكي انت شنو؟ انت الفور جراوند. زين شلون اميز انا كمبيوتر فيجن؟ اميز اقول هذا اذا تحرك البنايه، اذا البنايه هي الاوبجكت، اذا تحركت البنايه يعني اقصد الفور جراوند، واذا تحرك هذا الشخص اللي قدامي اذا هو هذا الفور جراوند، فانت اكيد راح تتحرك انت، فايش صار بالتالي؟ صارت هي الباك جراوند. فلو تشوف هسه تخلصنا من الباك جراوند، لو تشوف هاي هدية ايش فيها؟ هدية مفتوحه، بينما هنا شنو؟ مسدوده. اذا شنو؟ اذا تحرك هذا الاوبجكت بس الخلفيه شنو ثابته؟ اذا شنو؟
تخلصت من الخلفية فصارت بس في أوبجكت. وضحت؟ جيد. هنا أنا كذلك نفس الحالة، إنه شنو إذا يتحرك شنو الثابت، السيارة تتحرك وتو، بس هي بيها مشاكل يعني أكيد. هنجي نحكي مثلا أكو ضوء اثنين ضوء يمشون، أوكي ضوء يمشون والسيارة تمشي وأكو باك جراوند. على العموم هسه نجي نشوف البقية. تمام، هاي هنا احتمال يجيك بين فراغ أو اختيار أو صح أو خطأ، يعني هنا احتمال يجي. شو يقول لك؟ نحكي real time offline. نحكي offline وشنو؟ و real time. اوكي. real time قلت لكم انا شنو معناها؟ قلت لكم انه اكو فت الفيديو شنو عبارة عن شنو؟ عبارة عن فريمات وشنو؟ ويجمع. مو صحيح؟ زين. فيحتاج من قلت لكم عندنا فريمات ويجمعها، يعني تخيل الكل ثاني دي يسويها ريال تايم. يعني شنو ريال تايم؟ يعني قبل شهر ثاني دا قلت لكم تسلم تمام. اكو نويز لان الجو المعيار زيد. فالريال تايم قلت لكم يحتاج للريال تايم شنو؟ يصور فيديو. الفيديو عباره عن شنو؟ قلنا 30 فريم مثلا، يعني اكو هواي هنا نوع 30 فريم بالثانيه، يعني 30 صوره بالثانيه. اذا يحتاج ده اكيد هذا هاردوير قوي وياه. بس الاوف لاين لا شنو مشكله، يعني يحتاج امكانيات بالرفع، اقصد الريال تايم بالرندر والرفع للفيديو. اوكي، بينما الاوف لاين لا، اي حاسبة يمك وترفعه ببساطة، يعني يبقى يمك وهو مخزون اصلا. اوكي، يقول لك فريم كم؟ يقول لك الفريمات شقد؟ 30 فريم. هاي تحفظها وضيف عليها ملاحظة او اضافة، الانسان يشوف شقد فريم بير سكند، 24 فريم بير سكند الانسان يشوف. اوكي، خليها بوارك هاي، خاف يجيبها او شيء. زين، هاي البقية هنا أنا يعني ما في شيء. هاي هنا أنا يقول لك انه شلون تطلع الموفينج اوبجكت، شلون طلعت؟ بس اذا عندك صوت يعني يقول لك طلع لي موفينج اوبجكت بينه، او عندك فيديو طلع موفينج اوبجكت. انت شو تقول؟ تقول الفيديو عبارة عن شنو؟ عبارة عن صور. رحمة الله عليك. زين، جيب الصوت يعني، او شلون اطلع الموفينج اوبجكت؟ اجيب هذه الصوره مثلا ولو الصوره الثانيه اقارن، هل تغير من مكانه؟ اذا تغير اذا هذا موفينج اوبجكت. ايش يقول لك؟ يقول لك الكرنت فريم يعني الكرنت ايمج. من نقول فريم معناها صوره، انتبه، من نقول فريم معناها صوره. زين، الكرنت فريم يعني الايمج هاي كومبير ويا من ويا تشينج اوبجكت، او عفوا كومبير ويا الباك جراوند. يعني شنو الباك جراوند؟ احنا قلنا نطلع الباك جراوند شلون نطلعها، اللي هي الاوبجكت يعني الميت ما بيها تحرك. فاقارنها يطلع لي شنو الاوبجكت اللي يتحرك. اوكي، يعني اجيب الفريم كانه انا بس هاي سابق اخوان، كانه انا بس هاي، اجيب هاي الباك جراوند. تمام، هاي الباك جراوند اللي وراي، وجبت هذا الابن هو اللي هو الفريم، اقارن بيناتهم ايش يطلع لي؟ يطلع لي هذا الابن هو اللي يتحرك. اوكي، كذلك نفس الحال هنا أنا. فهنا نفس السالفه، يقول لك نجيب صورتين ونقارن وياي، و يعني يطلع لنا الاوبجكت المتحرك. اوكي، اي تحرك هو اذا الاوبجكت. فهذا الحكي هنا أنا. هاي هنا أنا هم يعني قاعدين عملي كله، يعني ذني راح احكيهن، بس هذا ما مطلوب منك هذا الرسم يعني عملي. زين، عندك هاي صورة، أوكي، وعندك هنا شنو؟ باك جراوند، سويتها انطرح بيناتهم، تطلع شنو؟ تدري أنت من طلع هاي من هاي، هاي قال لي شنو؟ يبقى لي بس هذا، أوكي، والنوب يطلع لي شنو؟ يطلع لي هذا، أوكي؟
يطلع لي شنو؟ يا هاي ببساطة. زين. زين فنجي هنا قلت لكم هاي شلون صار. جيد نجي هنا الابزرفيشن ابزرفر ابزرفيشن اوكي اللي هي مراقبة الباك جراوند معناها بالعربي اوكي انه لو تشوف هسه مثلا يقول لك انه اكو مرات الاوبجكت يجيك مو صافي انت صح تعرف انه اكو هنا اكو اوبجكت جاية بس تجيك لو تشوف هسه يعني مو كلش دقيقة يعني هسه هاي الصورة اوكي سيارة بس تتعرف على معالمها مثلا هاي انت ما تقدر يعني مثلا هاي السيارة قلت لك اعطيني مثلا اصل شيء اعطيني نوعها او لونها او وات ايفر انت ما راح تقدر هنا مثلا هذا اعطيني شو اسمه اعطيني مثلا ايش قد يعني لونه او يعني تفاصيله ما اقدر زين حتى الاتجاه هنا انا ما راح اقدر لان افرض هذا يعني ماشية ما تنبين بهذا الاتجاه بس إذا أريد أختبر الاتجاه الفعلي ما أقدر أختبره بس هاي السيارة تروح تجي ما أدري فهمتوني؟ إذا يتحرك هنا يسرع يعني فهمت شنو أقصد كذلك هنا أنا هم يعني نفس الفكرة إنه أكو هسه هاي السيارة بس واقف عليها شنو الإنسان تعليها الإنسان راح شكل يعني هنا ما تبين شكل الإنسان يعني مضروب تحسه او في شيء يعني الصوره مو دقيقه زين هاي بصوره عامه كذلك هنا انا اقول لك مثلا اكو التصوره عندك هاي بس شنو ياثر بيها مثلا التري انه بالرياح ايش بيها تتحرك اوكي او انه يعني مثلا شلون تقول تجاه الكاميرا يتحرك هاي وياي فلان كل اثر على اليمن مثلا الموفمنت اوف كاميرا يعني شنو التحرك مال الكاميرا وياي فلان كل اثر على اليمن ياثر على الباك جراوند سبستراكشن وياي اللي حكينا عليه زين بس انا اشوف اكو زين مثلا الرفلكشن هاي معناها شنو معناها انه شايفين المي شلون ست موجات بي يعني هو المي المفروض ثابت لان هو باك جراوند بس من ست موجات بي مثلا تاخذ صوره بيتا موجات او فيديو عفوا سوري فشنو يطلع لك يطلع لك هذا الحركات او التموجات او الانحناءات بالمي فشو يصير عبالك انه المي باك جراوند فهاي مشاكل يعني موجوده جيد هسه نشوف شلون نعالجها زين يقول لك simple frame detection أو مصطلح ما بين difference أو detection difference okay simple frame difference لأن سعرها عليها okay هاي صورة من أقول لك هاي معناها شنو هاي الصورة okay من أقول لك هاي معناها هاي الصورة okay وهاي هاي الصورة بالنسبة لي وهاي الصوره باك جراوند تي ناقص واحد معناها شنو؟ يعني اكو يعني قبل هذا الفريم خلينا نقول السابق لهذا الفريم اوكي السابق واو يقول لك باك جراوند موديل از ريبليس وذ بريفيوس ايمج معناها شنو؟ هاي البريفيوس مال هاي يعني السابق لها شوف هاي التي هاي تي ناقص واحد يعني معناها شنو؟ قبلها كذلك سواء سبستراكشن سبستراكشن عفوا وانه شو الثاني؟ انطاني هاي انطاني شنو؟ هاي زين يعني سوى الباك جراوند كانما شنو السابق لها انتبه اول خطوه سوى باك جراوند وسوى كانما شنو السابق لها تمام اوكي هاي الطريقه اللي هي مشهوره
بهاي الصورة. أوكي، هسا نجي هنا الفريم ديفرنس is very quick and adapt to change lighting or camera movement or motion. معناها شنو اخوان؟ يقول لك الفريم ديفرنس، شلون اعرف انه فرق اكو بين تو فريم؟ ببساطه اقدر اشوفه اني او الاحظه. شلون؟ اطلع اعطيك صورتي اني تو فريمز، شلون تعرف التغير بيناتهن؟ مجرد اذا اكو تغير بالفريم من مكان، عفوا بالاوبجكت من مكان لمكان، يقول هاي ناقص تغير مال اوبجكت، اذا هذا يختلف عن هذا الفريم، مو نفسه، مو صح؟ هاي وحده، تمام؟ هاي وحده. زين، وحده ثانيه شنو؟ اذا ماكو موفمنت مرات، بس شنو اكو الاضاءه ايش بيها تكون متغيره، الاضاءه ايش بيها تكون متغيره، فمن اكو اضاءه متغيره، اذا هذا من اكو اكو تغير بالفريم. فهاي اللي حكيناها. جيد، زين، فهاي بقية object that stop are not longer detected. يقول لك الاوبجكتات الواقفه اكيد انا ما اقدر احددها مثل ما حكينا، لان حكي وضع هذا حكي، اذا افتهمت هو كله بس تقرا سهل عندك اذا افتهم اوكي، لان هو نفس الحكي اللي نحكي زين. الديفرنس اند تيمبرال، شنو؟ تيمبرال سكيل. اوكي، هنا شنو يقول لك؟ يقول لك كنا قبل احنا تو فريم ديفرنس، مو صحيح؟ نسوي تو فريم. هسه لا، هنا شو يقول لك؟ يقول لك لا، عدة فريمات اسوي، اقارن، مو بس كنا نقول بس تو فريمز، مو صح؟ هسه لا، يقارن عدة فريمات، هاي الصورة اقارنها ويا دي ناقص 1 ودي ناقص 3، اخذ اكثر من فريم واشوف شنو بده يصير، وياي؟ اشوف شنو بده يصير. زين، يقول لك هي هاي شلون تقول اكثر من كوبي يصير وياي، فخليها ببالك انه اكثر من كوبي راح يصير، اكثر من كوبي اقصد اكثر من فريم. تمام، هنا عندك الاندنج اللي يصير بين تو فريمز. اوكي، شنو معناها؟ معناها هسه لو شفت هاي الصوره، هاي مقابلها صوره، هاي مقابلها ماكو شيء، وهاي مقابلها ماكو شيء، وهذا هيك اكو شيء. زين، هسه نريد نعرف الموقع الحالي، شلون نعرف الموقع الحالي للجسم؟ شو نقول؟ نقول نسوي اند، احنا عندنا صور، عندنا قبل الفريم وبعد الفريم، ناخذ 15 قبل 15 فريم قبل و15 بعد. اوكي، زين، وين احدد موقع الاوبجكت؟ انا شو اقول؟ اقول اسوي اند، لو تشوفون هذا بالسابق، هذا يحكي الصوره بالسابق، فاكيد من بالسابق، اذا ما هو هنا لازم يعني بالسابق. زين، وهذا يحكي شنو؟ باللاحق، اذا هنا باللاحق اكو ماكو باللاحق اكيد، بس بالاني، وين بالاني؟ هو هنا، فاذا هذا موقع الاوبجكت. فشوف شو يقول لك، يقول لك وير اوبجكت واز اند وير ات ناو. يقول لك وير اوبجكت از ناو اند وير ات ويل بي، وين راح يصير؟ فمثل ما احكي لكم اياها اخوان. زين، فرنسي اند لاند، اذا مثلا هاي ابيض معناها شنو؟ واحد، والاسود صفر، فصفر واحد كله يروح صفر، واحد واحد يبقى واحد، صفر واحد فهمت شنو اقصد بها؟ معناها هاي الابيض ايش قد قيمته؟ واحد، وهاي هنا صفر باعتبار لان اسود. زين، هذا قيمته واحد وهذا واحد، هاي هنا قيمته صفر وهنا ايش قد؟ واحد. اوكي، من نسوي اند واحد وصفر يبقى شنو؟ صفر. زين، من نسوي اند واحد واحد يبقى شنو؟ واحد اللي هو الابيض، ونسوي صفر واحد يبقى شنو؟ يبقى صفر. تمام اخوان، هاي خلوها. زين، هاي هنا أنا كذلك انه يقول لك اذا اخذنا اكثر من فريم، كل ما ناخذ فريمات عاليه كل ما يصير لنا شنو؟ يصير لنا الصوره بشكل شنو؟ بشكل اوضح.
زين، بشكل أوضح يعني حسب حجم شنو، حسب حجم سرعة الفريم أحدد عدد الفريمات الموجودة. أوكي زين، هاي هنا شو يقول لك؟ يقول لك أكو فد معادلة تصير على اليمن على الفريم، يعني الفريم السابق أكيد كان مثل ما قلنا. زين، فهاي الصورة وهاي الصورة السابقة، هنا سوينا في المعادلة معينة، قلنا هاي قيمة، بس احفظ هاي القيمة، ما مطلوب منك هذا كل الشرح، يعني ما مطلوب منك الرسم كله، بس هاي المعادلة. المعادلة شو يقول لك؟ قيمتها الألفا لو واحد لو صفر لو واحد. أوكي، يقول لك إذا كان الصفر، إذا كان الصفر وياي نشتغل حسب الطريقة السابقة، اللي الطريقة السابقة شنو هي؟ تقول نعتمد على الطريقة الأولى، تقول هي نجيب الباك جراوند. أوكي، باك جراوند خلفية. والطريقة الجديدة اللي استخدمناها شو تقول؟ الفريم ديفرنس، اللي قلنا شو تجيب الفريم ديفرنس، هذا تذكر واحد كان قبل شوية قلنا تجيب فريم سام وتقارن بيه. فهاي نانا يا اما هيجي يا اما هيجي، يقول لك اوكي يا اما هيجي يا اما هيجي. بس لحظة، زين، فهذان الطريقتين، يعني يا اما صفر يا اما واحد مثل ما قلت لكم، يا اما يشتغل على الباك جراوند القديمه بحاله الصفر او بالواحد على فريم ديفرنس. فريم ديفرنس قلنا شنو معناها؟ معناها على فريم السابق يعتمد. زين، هذا مجرد انه شلون الادابتيف، انه شلون صارت طرق افضل. قلنا نعرف انه يقول لك باك جراوند از مور ريسبونسيف تو تشينج، والكاميرا موشن، يعني من قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا بالكاميرا موشن وهاي بتتغير الكاميرا، ما نقدر احنا نميز الاوبجكت ليش؟ او صار المياه او شيء، ما نقدر نميز. هسه انا اقول لك صار افضل اكو انهانسمنت في الموضوع، تمام؟ وهاي بقيه مجرد يعني حفظ نفس الحكي اللي حكينا. زين، البريزنت فريم ديفرنس هذا يعني هو النوع، شلون نقول الافضل بيناتهم، هذا النوع هو شنو هو الافضل بيناتهم. هذا ايش يقول لك؟ انتبه، اخذ فريم واخذ فريم سابق. طبعا انا قلت لكم ماي فريم السابق اشهر طريقه، لا تتذكرون اشهر طريقه هي ماي فريم السابق. زين، بس ما ادري يسوي انهانسمنت يشوف ايش يصير. انتبه، يقول لك هاي الايمج الاصليه وهاي الفريم السابق نفس الحاله، طلعت شو اسمه، طلعت الاوبجكت. زين، هنا أنا ما عندنا شيء جديد، يعني احنا مسويها سابقا. زين، بس هنا أنا شنو صار؟ ضفنا فد فاليو معينه وضفنا الماكس وحسبنا، ايش طلعنا؟ طلعنا الاورينتيشن والمنو الاوبجكت. لو تشوفون هسه هذا، قبل شوي ايش قلنا؟ احنا قلنا ما نقدر نعرف الاتجاه، مو صحيح؟ قلنا ما نقدر نعرف الاتجاه، بس بهاي الطريقه ايش قلنا نعرف؟ قمنا نعرف الاتجاه، يعني الحركه مال الاوبجكت وين تروح، اوكي يا اتجاه. زين، فهذا شنو الطريقه الافضل يعني. زين، هذا يقول لك also known as mention history، يعني معناها شنو؟ طريقه المشي مالته او الهيستوري مالته المشي، يعني مين اجى مين راح، يعني اتجاهات او هيك. زين، طبعا الكود هذا كله ما مطلوب منكم، خلوه ببالك. زين، الاوبزرف مال هذا الفريم ديفرنس، اوكي، يقول لك هو مثل ما قلنا على الحركه مال، عفوا على شلون نقول، انه يعرف هذا الاوبجكت واقف، هذا يمشي، ولا اتجاه مالته وهكذا. زين، هذا يعني مقارنه على الحكي حكيناه كله، انه بال image ال background subtraction اول نوع، اللي هو مجرد اطلع الاوبجكت خلاص. النوع الثاني صار اقارن بين تو فريم، يطلع لي فريم ديفرنس. الادابتيف انه قمنا نقول يا اما اذا تذكرون حطينا قيمه الالفا، قلنا يا اما نقول
يا اما يشتغل على النوع الاول يا اما على النوع الثاني. اللي بريزنت شنو هذا؟ هذا لا النوع الجديد اللي حكينا عليه. زين هاي مجرد انها ملخص للحكي السابق. لهنا نتوقف ونكمل بالفيديو الجاي ان شاء الله. انتهى الفيديو.